معنا على الهاتف الاستاذ محمد عثمان، نقيب محامي القاهره والمستشار القانوني لمجلس اداره النادي الاهلي. استاذ محمد اهلا بيك. استاذ ابراهيم مساء الخير على حضرتك وعلى المهندس عدلي وعلى كل مشاهدينك. بس نوضح نقيب محامي القاهره السابق واللاحق ان شاء الله، والنقيب العام. خليك استاذ ابراهيم، والنقيب العام يعني بتشرف بحضراتكم ان انا معاكم وتحت امرك. ربنا يخليك. استاذ محمد، النهارده تقدمت بهذا البلاغ الجديد مش كده؟ يعني كان لسه في بلاغ النادي تقدم بيه. هو بالظبط طبعا زي ما حضراتكم عارفين الحمله على اداره الاهلي وعلى النادي الاهلي ممتده بقالها 6 شهور، وكان في وجهات نظر كثيره يعني الترفع وعدم الرد وامور بهذا الشان، الى ان حسمت اداره الاهلي موقفها واتخذت قرارا بمقاضاه كل المتجاوزين. في اطار مقاضاه كل المتجاوزين، انا شرفتني اداره النادي الاهلي اللي انا بعتز بيهم جميعا في الحقيقه باتخاذ هذه الاجراءات القانونيه ضد عدد من تجاوزوا بحق النادي الاهلي وادارته وجماهيره، من بينهم رئيس نادي الزمالك. بالفعل احنا في اواخر اكتوبر الماضي تقدمنا ببلاغ للمستشار النائب العام واحيل الى النيابه العجوزه، وتم سؤالنا فيه او تم سؤالي فيه، وتقدمنا بما يفيد ثبوت وقائع بقى السب والقذف والاهانه والخص الاعراض وخش سمعه العائلات، وكلها جرائم معاقب عليها بالحبس والغرامه. وتم اخر مرحله هذه التحقيقات تم ارسال هذه الاسطوانات المدمجه للاذاعه والتلفزيون لتفريغها. والخطوه اللاحقه اللي هتبقى كده ان النيابه المفروض هتعمل مذكره وترفع لمجلس النواب لاخذ الاذن بسؤاله او اتخاذ اجراءات التحقيق ضده في هذه الوقائع اللي كتبها ضد اداره النادي الاهلي. يعني يا استاذ محمد، ده ما يتعلق بالتحرك النيابي ضد مذكره اكتوبر اللي فات مش كده؟ بالظبط كده. يعني مذكره اكتوبر لم يرسل لمجلس النواب طلب رفع الحصانه عنه؟ لا لا لا، التحقيقات مستمره. التحقيقات نيابه العجوزه بتسير، يعني نيابه بتعمل للامانه جهد كبير واحتراف التحقيقات في مثل هذه الامور. لكن قريب جدا ان شاء الله الاجراء القادم ان يتم ارسال مذكره الى مجلس النواب للحصول على الاذن ضد رئيس الزمالك. عايز اسال حضرتك سؤال. التجاوز بيتم من شرائح مختلفة، بعض الإعلاميين، بعض المسؤولين، رئيس نادي الزمالك. فإحنا دلوقتي إيه المسارات؟ هنكتفي بالنيابة ولا هنروح للشانلز أو القنوات اللي المفروض ملاحقة، يعني لما يكون إعلاميين نقدر نلاحقهم من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. لما يكون عنصر من عناصر لعبة نقدر نلحقهم من خلال لجنة القيم والانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم. هل تحركنا في هذا الصدد؟ لأني أنا أرى أن إحنا كده مريحين قوي الاتحاد المصري لكرة القدم وعافينه من مسؤوليته. إحنا لازم نبعت هو عامل لجنة لمحاسبة عناصر اللعبة المتجاوزين في حق اللعبة وفي حق بعضهم البعض. فلابد من ملاحقة المتجاوز المنتمي إلى أسرة كرة القدم من خلال هذه اللجنة ونشوف هيعملوا إيه. والله استجابوا برضو كويس، ما استجابوش أحسن وأحسن، لأن هنقدر نصعد ونروح لخطوات أخرى ومن خلال اللجنة الأولمبية المصرية ثم اللجنة الأولمبية الدولية، وفي كل كلمة وفي كل تصرف. يعني لو بعتنا كل أسبوع مفيش مشكلة الملاحقة. فأنا مش عارف أنت بتوافقني في الرأي ده ولا في خطوات فعلا اتخذت؟ طبعا بوافقك جدا، وبحيل حضرتك طبعا، يعني أنت مرجعية وكتاب كبير وقاموس في تاريخ النادي الأهلي يا باشمهندس عدلي. طبعا بحيل حضرتك لبيان النادي الأهلي اللي صدر أمس الأول. بأن النادي الأهلي اللي صدر أمس الأول قال إنه هيتخذ حزمة من الإجراءات ضد كل من تجاوز في حق النادي الأهلي وإدارته. وإن إحنا هنتخذ حزمة من الإجراءات. بلاغ رئيس الزمالك بيان الأهلي أيضا قال إن ده كبداية، إنما مؤكد في مسارات أخرى. لن نترك باب قانوني إلا وسنتركه دفاعا عن مبادئ وعن قيم وعن تقاليد.
لاني بعيدا طبعا عن الارتباط ده بيلاحظ قياداته والاهلي وقياداته مش هم الوحيدين اللي لاحظهم هذه السلوكيات اللي تعتبر سلوكيات ايضا غريبه على الوسط الرياضي. فاحنا كل هذه الجهات المختصه ان شاء الله النادي الاهلي هيلجا اليها ويتخذ الاجراءات اللازمه وبقوه. طيب المهندس عدلي اشار من شويه استاذ محمد الى جزئيه الحصانه والتستر وراءها، لانه الحقيقه انا هنا قدام مني اوراق كتيره جدا تفاصيل لتحقيقات اللجان النيابيه والنيابه العامه والتقرير اللي قدمه السيد النائب العام لمجلس النواب بطلب رفع الحصانه عن عضو البرلمان رئيس نادي الزمالك، والامر كان يتعلق بجرائم تخص المال العام، ومع هذا تم رفض رفع الحصانه. هل هذه الجرائم الجديده بكل ما فيها من خوض في الاعراض واساءه للذمم واتهامات ربما كان اخرها واخطرها ان ينسب للنادي الاهلي الحصول على اموال من دول معاديه، هل تتوقع مصير هذه البلاغات كمثل البلاغات السابقه ايضا؟ اعتقد لا. اولا لكل حاله، كل حاله لها ظروفها. القضيه اللي حضرتك بتتكلم عليها طبعا دي قضيه تغيير العمله بتاعت نادي الزمالك اللي متهم فيها مجلس الاداره بالكامل، واللي معالي المستشار النائب العام خاطب اللجنه التشريعيه لرفع الحصانه، واللجنه التشريعيه رفضت. اللجنه التشريعيه رفضت، قالت ان الشاكي في البلاغ الاساسي بينه وبينه كثير من الامور او كثير من القضايا، وده السبب اللي اللجنه عشانه اعلنته. احنا حالتنا وفي حاله انك تطلع تتناول اسر وبيوت وعائلات لشخصيات عامه ورموز مصريه ما حدش منهم بينه وبينها خصومه ولا حد بينه، كل دول الناس دي متطوعه ولا حتى في بينك وبينهم مناسبه يعني يا استاذ محمد، يعني ما فيش مناسبه. انت عامل مؤتمر بتقدم لعيب انت جبته والمفارقه يا استاذ محمد، المفارقه معلش المفارقه هو يتهم الاهلي بانه بيتعاون مع قطر وبيتلقى اموال ودعم، ودي دولة راعية للإرهاب، في حين أنه يقدم لاعبا قادما من الدوري التركي الشقيق المتلاحم في رعاية الإرهاب. واخد بالك مهندس عدلي؟ اللي حصل في المؤتمر الصحفي على فكرة، تفضل تفضل، اللي حصل في المؤتمر الصحفي احنا قلنا عليه بلغنا النهاردة ان ده نوع من خلق الأوراق. يعني انت بتقدم لاعب، ما شأنك بالنادي الأهلي وما شأنك بتفاصيل النادي الأهلي ولماذا التحريض ضد النادي الاهلي وبهذه الصوره؟ عشان كده احنا ما بلغنا قلنا انها اكاذيب. لا، هي بالفعل اكاذيب. مش اكاذيب، ده ما فيش مناسبه. حضراتكم كان معاكم الاستاذ خالد الدرندلي وقال ان كل مليم خرج في هذه الصفقات ومن خزينه النادي الاهلي، كلام واضح وواضح ويتم اثباته. تبان النادي الاهلي لو حضرتك تلاحظ اتقال ان النادي الاهلي دايما ما يفتح ابوابه مرحبا بكل الجهات التي يخضع لها النادي الاهلي لرقابتها، بمعنى ده هو اللي بيطلب، هو اللي بيطلبها كمان الجهاز المركزي ووزاره الشباب والرياضه، في عدد من الجهات الرقابيه بتراقب كل هذه التصرفات الماليه. فبالتالي لما نقول ان احنا مرحبين، يعني احنا الكلام اللي قاله رئيس الزمالك بصراحه لا يستحق الرد عليه، وانا قلت ان ده كلام عبثي وان ده كلام بره الموضوع وان محاوله لخلط الاوراق. مش كده بس، انا نصحته وهو بيقارن حاله الاهلي بحاله الزمالك ودول غيروا ودول عمله. لا، الاحداث بتاعه الزمالك في 2015 و16 قبل تحرير سعر الصرف. عشان تبقى بس الامور واضحه، يعني قضيه نادي الزمالك فيما يخص تغيير العمله خارج المصارف، على فكره القضيه دي جنايه والعقوبة فيها من 3 ل10 سنوات، يعني مش وقضية كمان التلاعب في العملة دي قضية بتضر بالاقتصاد القومي. صحيح، ده أمن قومي، أمن قومي طبعا. أنا عايز أتوقف هنا لحظة يا محمد بيه، عندما أشير إلى النادي الأهلي وما تلقاه من أموال وتم التشكيك في المسارات التي اتخذت هذه الأموال، طالب النادي الأهلي طالب النادي الأهلي بإرسال لجان رقابية للتحقيق. هو اللي طالب برفع الحصانة عن نفسه، هو الذي طالب. فأي إنسان شفاف يبود أن يكون حريص أن يطلب التحقيق معه، مش يتحصن. صحيح، عشان ما حدش يحقق معاه. يعني أنا ده اللي فهمه. باشمهندس بيأكد برضو إن إدارة الأهلي متأكدة من كل إجراءاتها القانونية
ومن سلامه جميع الاجراءات الماليه اللي بتتخذها، وان الناس ما تعرف اداره الاهلي ليست متهمه في شيء، وان اي جهه من جهات التحقيق ولا الجهات القضائيه لم تستدعي اي مسؤول من النادي الاهلي، عشان بس يبقى الكلام ده معلوم، لان كل الكلام والشائعات اللي بيرددها رئيس الزمالك لا تمت للواقع والحقيقه بصله على الاطلاق، يعني كلها مغالطات واكاذيب زي ما احنا قلنا. إذن الآن الأمر أمام النيابة العامة، نيابة العجوزة مش كده؟ نيابة العجوزة، البلاغ المرجح أنه يحال نيابة العجوزة لاتخاذ إجراءات التحقيق فيه، وفيما يخص مجلس النواب والحصانة أستاذ إبراهيم. لأن دي نقطة برضو محتاجة توضح من الناحية القانونية يا أستاذ محمد. يعني فيما يخص الحصانة، أولا الحصانة ديت مش مقررة لشخص النائب، لا، الحصانة مقررة لحماية الوظيفة النيابية وأنها تحمي النائب من عفة السلطة. طيب افرض نائب ارتكب جريمه هتك عرض او هدم قيمه او ثوابت او جرائم جنائيه او ابتزاز او استغلال نفوذ او نصب، هل هذا النائب الحصانه البرلمانيه تمتد لتحميل هذه الجرائم؟ لا، اطلاقا لا طبعا. وبالتالي كل حاله ليها ظروفها وليها تفاصيلها، واحنا بنثق في مجلس النواب برئاسه الدكتور علي عبد العال انه سينحاز لدوله قياده القانون ولصحيح القانون، هو استاذنا واللي كلنا بنحبه. استاذ محمد؟ لا، عوده الاتصال لان مكالمه مهمه الحقيقه. محمد عثمان، لان الحقيقه يا جماعه فكره الحصانه اللي بيتكلم عليها الاستاذ محمد عثمان، المساله زي ما المهندس عدلي اشار، القانون ادالك الحصانه كعضو في البرلمان علشان يحميك من عزف السلطه التنفيذيه، ترهيبها او ترغبها، اغراءها او خطورتها، بمعنى انك انت بتناقش وزير، بتحاسب وزير، بتحاكم مسؤول، وانت تحت قبه البرلمان القانون بيحميك ان انت تمارس حقك الرقابي على هذا الوزير او هذا المسؤول من بطش السلطه التنفيذيه، خد راحتك لحمايه حق الشعب لانك نائب عن الشعب، لكن بره هذا السياق وبره هذا المضمون ما ينفعش كمان تفضل مستمر بالحصانه حتى وانت بترتكب جرائم ربما تصل الى الاساءات والخوض في الاعراض زي ما قال الاستاذ محمد عثمان. اهلا بيك مره ثانيه. اهلا بحضرتك يا استاذ ابراهيم. اتفضل. معلش الخط فصل. اتفضل اتفضل. فانا بقول ان كل حاله ليها ظروفها، وخلينا ما نسبقش الاحداث. لما يوصل بلاغ النادي الاهلي للنواب، احنا ان شاء الله نامل ان مجلس النواب يتخذ اجراء مغاير للاجراءات اللي اتخذت قبل كده او في البلاغات اللي اتخذت قبل كده، وفي كل الاحوال احنا لازم نأدي دورنا ونأدي واجبنا ايضا في اطار القانون، بعيدا بقى عن العبث وعن الاحاديث العامة، خاصة يا استاذ والشائعات والشتائم وكل هذه الكذاب والتفاصيل اللي احنا في كل الاحوال، خاصة يا استاذ محمد، ولا نتدنى لهذا المستوى. خاصة يا استاذ محمد، احنا مقبلين على تنظيم اكثر من بطولة دولية، يعني في كأس الأمم الإفريقية كمان عدة اشهر، واليوم فازت مصر بحق تنظيم كأس العالم لكرة اليد 2021، وما أحوجنا إلى أن يسود الوئام الوسط الرياضي، أن يسود الهدوء والاحترام بين عناصر هذا الوسط. ونشوف المشهد بتاع 2006 و2008 و2010 لما كل الشعب المصري متلاحم وراء فريقه القومي. عايزين نساعد على هذا الأمر، والمساعدة تكون إن يعني بتجنب ما يحدث الآن، لأن ده لا يقود إلا إلى الاحتقان، وإن احنا نقعد نعاير في بعض بقى بكلام مغلوط. لكن حضرتك برضو يعني بكلمة واحدة، كان بيكلم في الحصانة. لا لا، خلاص، بعد الحصانة، بعد الحصانة كلمة واحدة، هل هنتقدم للجنة القيم والانضباط باتحاد كرة القدم ولجنة الأداء الإعلامي، ضوابط الأداء الإعلامي، تنظيم الإعلام بنفس هنطرق كل الأبواب وكل المسارات يا باشمهندس اللي رسمها القانون، هنتخذ فيها الإجراءات القانونية، وده كلام يقيني، وهيبقى الكلام ده كله باقصى سرعه. بس انا عايز بقى اعود للجزئيه اللي حضرتك اثرتها قبل سؤالك، هو تضافر الجميع في المرحله الجايه، ان مصر بتنظم امم افريقيا ومصر بتنظم بطوله اليد. طبعا الدكتور حسن مصطفى قيمه رياضيه كبيره، رئيس الاتحاد الدولي لليد،
وشخصيه رياضيه عربيه عالميه مصريه، كلنا وكل مصر بتتشرف بالدكتور حسن. وهكذا يكون المصري عندما يستطيع ان يقدم لبلده شيء يعني. طبعا قيمه كبيره واضافه كبيره ان ما يكون في واحد مصري في هذا المكان العالمي، لا كل مصر بتتشرف بيه، لانه في النهايه بيضيف لمصر وبيضيف للوطن. انا عايز ارجع بقى في جزئيه ان كل الجهود تتضافر. المفروض ان المسؤوليه الوطنيه على الكل، ان الكل يتوحد عشان نقدر نعمل لمصر شكل حلو وجميل في بطوله امم افريقيا. الكلام ده مش هيجي بقى بالسباب والمهاترات والسفلات والتجاوز وقله الادب. فبالتالي يعني انا بأهيب برئيس الزمالك تحديدا يعني ان هو عليه ان هو يتوقف وكفايه كده. لا ظروف البلد ولا امور كثيره تتحمل مثل هذه يعني الاضطرابات والامور اللي احنا بنستهلك فيها طاقتنا وجهدنا. الجهد دوت المفروض يتم توجيهه ان مصر تظهر بصوره جيده ومحترمه. وانت بتقول انك انت راجل دوله، راجل دوله المفروض تتحلى بالمسؤوليه الوطنيه في هذه الظروف. الاهلي والزمالك هم عماد وعمود الخيمه للكره المصريه، وانا مش فاهم هو بيعمل كده ليه الحقيقه. يعني سالت نفسي كتير هو بيعمل كده ليه؟ في ايه؟ هو النادي الاهلي عمل معاه ايه؟ انا برضو مش لاقي اجابه، لكن في حد قال لي انها حرب بالوكاله. يعني خلينا ننتظر ونشوف الامور تبقى ازاي. حرب شكرا. بالوكاله. طيب استاذ محمد، مناشدتك للسيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والساده الاعضاء اللي هم بيصوتوا دايما على رفض رفع الحصانه رغم وجاهه ما يرد في طلب النيابه العامه. لا طبعا مجلس النواب له كل الاحترام والتقدير كمؤسسه تشريعيه مصريه وطنيه. وانا اامل ان شاء الله لحين ما يرسل الطلب للمجلس، دي مساله فيها اجرائيه يعني فيها شويه وقت، شهر ممكن ولا حاجه، اعتقد ان شاء الله في طلب رفع الحصانه بخصوص قضيه النادي الاهلي ستكون الامور مختلفه باذن الله. ما هو انا معلش بعد ما نشكر الاستاذ محمد لان التعليق ده تعليق عام. طيب شكرا للاستاذ محمد عثمان المحامي المستشار القانوني لمجلس اداره الاهلي.